به هاش يقول الساعة 13 يقول لسيدك نكرو لهم الدار الكل. معقول؟ نكرو لهم زيادة سالهوب لحناش متاعك. معقول؟ ونكرو لهم بناتك. نعم شو بتغلوا بناتي؟ يشتحوا شبيك سعب العمي؟ قلت لك بناتي خط أحمر قالوا يشتحوا شبيني عندي كافشانت أنا هوني حط في عودهم كيمو. كيمو به؟ كيمو ويخلصوا ويخلصوا ويستروا أستروه يرحمنا ويرحمكم الله. به 8990 أبارتي فيا انهاروا زائد ما زهرفوا شحن. به وزيد تنجمش تلصق شانو في الحكاية. شانو شانو شنو نعملوه زعما؟ يا معناتها قرد يعمل شبيه. به لو كلب يعمل يعني قرد به واضح هكا أمورك واضح عنديش حاجة أخرى؟ ما عندي شيء. عندي إيه؟ قال لك جماعة التلفزة والسينما إيه؟ قالك يدخلوا بعض المحلات ساعات يخربوها يكسروا يدقدقوا وثريا ينحيها يعلقها يوقبوا لحيوت يوقبوا الباب. ضمنت لك حقك سي عبد الحميد. كيفاش؟ والفصل 12 ايوه في حالة حدوث أي خلل بهذا المنزل أو تكسير أو أي حاجة من اللي تتصوروها في مخاخكم سي عبد الحميد يتكفل بكل هذه المصاريف. نعم بابا. إي شنو هما يدقدقوا وأنا نخلص؟ ما شكونش يخلص؟ ليه بابا؟ ليه هما يخلصوا؟ يلزم تعمل لهم بند بتاع سيكورتا. وش نعمل تو سي عبد الحميد نحطهم هما؟ لا 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 ما تفيقهمش ما تقولش تعرف كيش؟ تكلف انت انا اي 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 وهما قال لك يوخروا ياسر في الليل وما نلقاتهم مش منظمه ايه؟ اشرف عليهم انت واذا لازم بيت هوني انا بيت هوني اي تبات في البيرو انا نبات في ال علاش؟ يبون سي عبد الحميد يلدي البيرو هذا شاف عز كبير ياسر ما قلتلكش انا المده صح انا كنت راتويت على الكنابي حط جرد مخده وتكه شنو وانا شبيه؟ عندي مخده من نصل ولا ندبروا لك مخده عندي عندي مادام عندك تقضي شهور عندي عندي تو في تو نجيبهم الدار هما ما يرقدش راهو كنابي بصراحه سي عبد الحميد راه تو ندبروا لك شويه الحاف وشويه كذا ريق روحك شوف مادام الحكايه حلال وما فيهاش تخديم المخ وكذا انا معاك فيه وبالنسبه راهو للارث وكل الحكايات الاخرين الكل ذوكم يقعدوا كيما هو في الوسيه ماك تعرف امي عزيزه الله يرحمها وصلتني وراي امانه في رقبتي الى يوم الدين. لا يا ودي السرقه لا لا سرقه ولا نتعدى ولا نبت الناس رزق ايتام كهو بتاع هذا كهو ما زعما سريق ايش بيعرف نخدم معاهم يا ودي جبت يا ودي ما ثمش ما يا ودي اصل الناس ما تخلصش والله تجي في شروطهم باش تخلص. يا مكماك ابشر ابشر لقد تمت الصفقه ليك يا صاحبي. اي اجا شنو شنو منو شنو بلاش كرهه يس اغزلي صاحبي شنو نعملو ماني فيك. هي كبيره شويه في العمر شارفه تقول انت فوق الخمس سنين عمرها هذه فهمت دونك باش عندها مشكله في الـ في الـ في الروبوفيناج بس كاش اغسل دونك بالنسبه للساقين طرف طرف عندك تذبح من هنيه قاعده تذبح من تالي تسلخ كي الارنب وتجي وحيده منها وحيده منها عندك الراس دي كوتي كدتي كدتي دونك الراس يجي منها والذيل يجي منها فهمت كيفاش ولا؟ تجي هكا اي اي بالضبط دونك تخسر هكا البروفيل مانيفيك اكسترا دينيز هيا شوفوك بخير يا مدام سلم على العائله كو هاك الدنيا مكتوبه كو قد عمرك تو انت شنو